حسان تقي الدين مراسل شبكة شام. حسان مساء الخير، أهلا بك حسان. يعني حسان أبدأ معك من اليرموك. اليرموك تشهد هدنة، يعني الهدنة في مخيم اليرموك الآن تم اختراقها اليوم أو تم نقضها اليوم من قبل قوات النظام. ماذا حدث في مخيم اليرموك بالتحديد؟ معه بالكريم السماعي في البداية، يعني النظام ليس له عهد وليس له في الواقع توافق على التزام بعهد تم إبرام معه. الحديث عن المدن الغنوارية في معظمية الشام على سبيل المثال، اليوم أفاد المركز الإعلامي لمعظمية الشام أن الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة تدور الآن بين قاتلي الجيش الحر وقوات الأسد من الجبهة الغربية للمدينة، المدينة معظمية الشام. أيضا في مخيم اليرموك كما ذكر اشتباكات في مخيم اليرموك، وهذا المخيم يشهد تصعيد أمني وحفاظ مكمل من قبل قوات الأسد. أيضا في القدسية في ريف دمشق تم تلقيح 9 شهداء و7 جرحى جراء تعرض قدسية بثلاث غارات من الطيران الحربي. أيضا في القلموم قوات الأسد تقصف مزارع الرفوف بالمدفعية الثقيلة ورأس العين، ولا تزال تقصف يبرود، واشتباكات مستمرة في يبرود في المليحة اليوم بصعد قفل جراء التوقف على بذل المليحة في الحجر الأسود. عدد قذائف هاون من الإعياء الثقيل استهدفت الحجر الأسود جنوب العاصمة. أيضا اليوم في مدينة دوما منذ قليل تم خروج مظاهرة للاحتفال بذكرى انطلاق الثورة المباركة. نعم حسان. طيب حسان، إذا ما انتقلنا إلى قدسية في ريف دمشق، اليوم قدسية 7 شهداء أو 10 شهداء ربما حتى الآن في قدسية، ماذا يحصل في قدسية اليوم؟ نعم أخي الكريم، يعني اليوم يعني بالأمس القريب يعني تماما عن هدنة أبرمها النظام مع أهالي قدسية، ولكن اليوم الطيران الحربي خرق هذه الهدنة، خرق هذه الأجواء. نفذ الطيران الحربي 3 غارات على المدينة، يعني ارتقى للآن 9 شهداء في قدسية و7 جرحى، والوضع هناك يعني مخيف. طيب الوضع في نفس مدينة دمشق، في أحياء مدينة دمشق، في حارات مدينة دمشق، كيف هو الوضع في المدينة؟ يعني هناك أنباء ترددت عن سقوط قذائف في المربع الأمني، هل هذه الأنباء صحيحة أم تنفي لنا هذا الخبر؟ لم أسمع السؤال جيد أخي. اليوم تواترت أنباء عن استهداف المربع الأمني في دمشق، هل هناك تأكيدات حول هذا الخبر أم أنها مجرد إشاعات؟ لا، ليس لدي أنباء عن هذا الخبر أخي الكريم. نعم، أشكرك كثيرا حسان تقي الدين مراسل شبكة شام، كنت معنا من دمشق.